وفي إطار خطة حزب مستقبل وطن لمكافحة الغلاء وتوفير السلع بأسعار مخفضة، قام الحزب بتنفيذ مبادرة لا للغلاء، والتي يتم من خلالها بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة وسط إقبال متزايد من المواطنين. من الأقصر تقرير الزميلة إيمان عبد الفتاح. يواصل حزب مستقبل وطن تنظيم الأنشطة والفعاليات المختلفة لدعم جهود الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين. وفي إطار ذلك قامت أمانة قطاع الأعمال بالحزب بتنظيم مبادرة لا للغلاء لمحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار، وذلك من خلال بيع اللحوم البلدي بسعر مخفض وسط إقبال متزايد من المواطنين، حيث تم تخصيص 11 منفذا لبيع اللحوم في مناطق مختلفة بالمحافظة، ويتم بيع سعر الكيلو ب 220 جنيها. احنا عاملين 11 منفذ لبيع اللحوم البلدي بسعر مخفض 220 على مستوى المحافظة كلها، الأقصر بنبدأ بالحبيل وبعد كده البياضية ثم الطوط، وفي منافس كتير العش، العوامية، الكرنك، النجع الطويل، بنبيع اللحوم بأسعار مخفضة، بنحارب الغلاء، وزي ما انتم شايفين في إقبال كتير من الناس هنا في قرية الحبيل. اليوم كيلو اللحمة 220 جنيه، لحمة مشفاي، تم الذبح اليوم أمام الجميع والناس شايفة قدامها. اللحمة النهاردة ب 220، لحمة العجالي قدامكم موجودة أهي لتخفيف المعاناة على الأهالي وعن المواطنين، وفعلا بنتوجه بالشكر لحزب مستقبل وطن أمام محافظة الأقصر على هذا المجهود الرائع ومراعاة الظروف اللي بتمر بها الناس وتخفيف الأعباء عن المواطنين. اللحمة اليوم في الحبيل ب 220 جنيه تحت رعاية حزب مستقبل وطن الذي دائما يخفف العبء على جميع المصريين العظماء. تحية تقدير للقائمين جميعا على حزب مستقبل وطن. من محافظة الأقصر كنت معكم إيمان عبد الفتاح لقناة طيبة.